الخمس قواعد في أي علاقة، ده هيسمح لينا ببساطة جدا إن احنا نقلل نزيف التنازلات. ما تكدبش عليا لما أسألك، وما تبعدش لما احتاج لك، وما تسرحش بيا لما اسمع لك، وما تخنيش لما آمن ليك، وما تختفيش لما ما يفضلش غيرك. مفيش أي حاجة في الدنيا مضمونة بما فيها وجودي مع حضرتك دلوقتي. صح. النفس اللي خارج مش مضمون إنه داخل، ولو قلنا إيه الضمانة؟ مفيش ضمانة، الدنيا كلها مش مضمونة.